يتجه في هذه الأيام عشاق التزلج من اللبنانيين إلى منطقة كفر دبيان إذانا ببدء موسم التزلج في لبنان. وعادة ما يبدأ موسم التزلج في ديسمبر كانون الأول وينتهي أواخر أبريل نيسان، ولكن تراجع طول الثلوج في سنوات سابقة تسبب بتقصير فترة الموسم، الأمر الذي أثر على التجارة المحلية بالمنطقة التي تعتمد بشكل كبير على السياحة في فصل الشتاء. مزيد في هذا التقرير. يلا 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 يلا